طبعا نحن جميعا منذ البداية مددنا أيدينا إلى الجميع، نحن مع حقن الدماء، لا أحد يقبل بإراقة هذه الدماء التي أريقت، ولكن بعد مليون شهيد جاي يعمل لي حل على حساب دماء شهداء فهذا غير مقبول. هذا من الجهة الأولى. من الجهة الأخرى جميع المؤتمرات لم تأتي بالنتيجة منذ بداية الثورة، من 2012 جنيف واحد واثنين، وأي مؤتمر حصل مؤتمرات كثيرة لم تأتي بأي نتيجة، وبعد كل مؤتمر يكون هناك تصعيد من قبل النظام وحلفائه بقصف وخصوصي المناطق المحررة. الحل السياسي اللي عم نبحث عنه هو حل ما بيقبل ببشار الأسد بالسلطة، ما بيقبل بالتشارك معه نهائيا، ما بيقبل بالأسف يعني نسميها الانبطاحات. بعدين المؤتمرات الأسيتانا ولا سوتشي ما شفنا منها لا فكت حصار عن أطفال الغوطة، لا أجلت حالات إنسانية عم تموت يوم ولا يوم، ما ساوت شيء هي المؤتمرات نهائيا. كل من يذهب إلى ذلك المؤتمر هو لن أقول خائن 100%، ولكن كل من يذهب هو يتغاضى عن دماء السوريين ويتلاعب بهذه الدماء. مهما حصل لا يمكن أن نقبل بروسيا التي تقتل الأطفال، ولا نقبل أن يكون الأسد هو جزء من الحل. روسيا تحاول تصدير الأسد وتعويمه ليكون جزءا من الحل، ولكن الثوار هنا كما شاهدتم الآن يرفضون بشكل كامل تعويم الأسد من جديد، الأسد الذي قتل مليون سوري وهجر 10 ملايين سوريين ودمر هذه البلاد بشكل كامل. رفض مؤتمر سوتشي وحيرفض مؤتمرات اللي مثل حكايته، لأنه هي مفاوضات بين النظام ونفسه يعني، واللي ما قدروا لهم واللي ما قدر له النظام أو روسيا بالمعارك بدهم يضحكوا عليهم بالحل السياسي. إن شاء الله في ناس سياسيين فهمانين يعني ما يقبلوا، الشعب ما حيقبل. الشعب هون مو هو تلاقته ولا حرب، بظن انه بعد 7 سنين الشعب رح يرفض هي الاتفاقيه او المؤامره فينا نسميها على الشعب، لانه هي خيانه. بظن انه هلا هن عم يحكوا فيها، والقصف لهلا شغال والحصار شغال وكل شيء موقف، يعني اجرام، اله الاجرام تبعيه النظام لهلا ما وقفت.